Within the Yemeni civil war, American interests and al-Qaeda interests align. The al-Houthis are a common enemy, or adversary, especially in the American case. الأمريكان على اطلاع بكل ما يدور وأكثر مما نعلم نحن وأكثر مما نعرف هم عارفين كل شيء وكانوا على علم بالوساطة هذه أول بأول وخطوة بخطوة وكانوا تقريبا قاضي الطرف ومباركين وحبوا مثل هذه الوساطات تواجدنا في الجبهات والصفوف لا نخدم به أجندة التحالف وإنما لنصرة الإسلام والقتال ضد الحوثيين كل من يشارك في الجبهات يعلم ذلك يقينا بمشاركتنا وقد كانت المشاركة إما بالقتال الحقيقي مع إخواننا المسلمين في اليمن وإما بالدعم بالسلاح وبجميع ما نستطيع أن ندعم فيه الجبهات القاعدة بدأت من الأيام الأولى أقدر أقول من الأسابيع الأولى أتكلم عن شهر أو شهرين فظهرت جماعات وحماة العقيدة وأنصار الشريعة تعز إذا تركت لقدرها لا أعتقد أنها إن لم تكن أسوأ من الموصلة والرقة It doesn't make sense that the United States has identified al-Qaeda as a threat but that we have common interests inside of Yemen and that in some places it looks like we're looking the other way